بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله العالمين. صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة وصلاة الفجر في المسجد. في الواقع كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يستخف بصلاة الجماعة ويتهاون فيها. أنا هكتب لحضراتكم تحت الفيديو ده بحث وجيز جدا وبليغ جدا جدا جدا، هتكلم فيه عن الخسارات اللي بيخسرها المقصر في صلاة الجماعة بصفة عامة والمقصر في صلاة الفجر بصفة خاصة. يا ريت تقروا البحث ده لأنه بحث وجيز جدا وبليغ، وفي معلومات قيمة كتير جدا من الناس ما تعرفهاش، ربما تذهلوا لو تقروا المعلومات اللي هتكون مكتوبة في البحث ده. يا ريت بعد ما تقروه تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي نفسه يلاقي نفسه مقصر يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاول إن هو يعدل من نفسه. هتلاقوا البحث مكتوب تحت الفيديو، يا ريت تقروه وتنسخوه زي ما قلت لحضراتكم. وده بحث بليغ جدا وقيم جدا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.